السلام عليكم. ده فيور على موقع اسمه بيم كيبر، تقدر تشوف من خلاله المشروع كله. ممكن اجي هنا واقول له انا عايز اشوفهم، مثلا عايز ما اشوفش الروف ولا الدور الخامس، ممكن ارتبهم بحسب الطيب، ولا مثلا مش عايز اشوف الابواب الازاز، مثلا ممكن ارتبهم كلاسيفيكيشن، ممكن ارتبهم كزون وهكذا. ممكن اقول له لوك ات اليمنت، اعمل زوم على العنصر اللي انا عامل سيلكت، يعني انا عامل سيلكت على العنصر دوت مثلا، يبدأ يعمل عليه زوم وهكذا. ممكن اقول له انا عايز اعمل هايد للعنصر دوت، او اعمل هايد لبقية العناصر واخلي اللي موجود ده بس، او اقول له شو اقول. ممكن اقول له انا عايز اشوف كأن انا واقف وبشوف المشروع دوت، تمام. ممكن اقول له اعمل سيبريت للفلور، يعني خلي كل دور لوحده، تقدر تبص عليهم بالشكل دوت، او تخليهم كلهم مع بعض. ممكن تقول له انا عايز اشوف بقى بعض الاختيارات، يعني مثلا الإنارة عاملة ازاي، الشمس، الكاميرا، الشخص اللي واقف بيشاف الكاميرا ده هيبقى عامل ازاي. ممكن تعمل هايبر لينك لبعض العناصر، ممكن تشوف السبيسز، ممكن تعمل تشيك على الديسيبل شو انترنال اكسترنال وولز، يبقى شايف كده الهوايت، اللود هيرنج وول، ميك إليمنت ويزاوت إليمنت كود، كذا اتجاه لأن أنت تشوف الحاجة دي، تشوف السكاي زي ما أنت عايز. تقدر تيجي هنا وتشوف الديتيل لأي عنصر أنت هتعمل عليه سيلكت. كل عنصر تعمل عليه سيلكت بيبدأ بيجيب لك الديتيل الخاصة بيه، وتقدر تعمل اكسبورت للعناصر اللي أنت عامل لها سيلكت. وهنا احنا بنشوف موضوع الشمس اللي هو من هنا، تقدر تشوف الشمس الساعة كام والزرار بتاعتها بقى عاملة ازاي.